actuellement, كاين حوايج كاين كاين محور كاين 431 مستثمر تحصلوا على تسريح للاستثمار. اذا كان ندير اليوم الحصيله، اذا اليوم ندير الحصيله، هذه الاراضي اللي مديناها واش استغلينا منها؟ سنه 25 هي اخر سنه للجزائر تستورد فيها القمح الصلب، اخر سنه. العام وصلنا حققنا يعني 80% من مستوى الاستهلاك الوطني، يعني الطالب الوطني في القمح الصلب العام باللي يعني بال 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 يعني واش حصدناه على مستوى ولاية الجنوب والولايات الشمالية لا سيما الشرقية، سمحت لنا باش تكون عندنا 80% من الإنتاج اللي يغطينا الطالب الوطني. ولكن العام الجاي لازم نوصل للاكتفاء الذاتي بصفة نهائية بما يخص القمح الصلب. باه نوصلو لازم الأراضي اللي ديتوها لازم نستغلوها.